لا دابا ما عندي يلا دابا هي اللي ما تعاودش دابا يلا هذا اكبر فصوله هذه البلاد يلا وقف شي الثمن ديالو دابا هذا داير 23 ولا 25 كل حاجه الثمن ديالها الله يرضيك حتى شي بضاعه ولا شي سلعه ما تعرف ما يكونش الثمن ديالها السلام عليكم. سعيد انا رئيس جمعيه السلام للخضر والفواكه بمركب تجاري سوق الاحد. يعني كاين واحد الارتفاع مهول ديال اسعار الخضر والفواكه بحيث ان يعني اليوم جات واحد اللجنه للسوق اللجنه ديال فيها السيد رئيس المذاقه الحضري ديال سوق الاحد وفيها اللجنه ديال مصلحه الولايه يعني كيراقبوا الاسعار ولكن بالنسبه للمراقبه ديالهم هي فعلا مراقبه مزيانه ولكن كتبقى مراقبه سريريه حيت دابا ملي كيحط الخضار الطريفه ديال الماطيشه فيها 10 دراهم والطريفه ديال البطاطا فيها 9 دراهم داك المراقب مايمكنش غادي يبدلها حيت الخضار شاري بالغلا. يعني ملي غتكون شي مراقبه ان شاء الله حنا كنفضلوا تكون المراقبه من السوق يعني من السوق ديال الجبله ملي كنجيبوا السلعه تما فين خصها تكون المراقبه يعني ديك السلعه اللي كثيره اللي كتمشي للمبالاج يعني خص يكون واحد التقنيه بالنسبه للفلاح الكبير يعني خصو يكون عنده واحد يعني واحد الباريم ديال السلعه اللي غادي يدفع في المثل دابا مطيشه يعني السلعه تقريبا كلشي اغلبيه السلعه كتمشي لبرا يعني تقريبا ملي كيكون المنتوج واحد 5000 صندوق كيدخل المارشي و4000 منها كتمشي للومبالاج يعني كيبقى واحد شويه للمواطن العادي وغادي ياخذ واحد تما اللي هو كبير يعني كنلاحظوا كاع المتبضعين يعني الناس كيدوروا ساكنوا كاين اللي كيشري كاين اللي يعني الناس الله يحسن العوان
حيت ما كتلقاش واحد الحاجه هي اللي غاليه بوحدها. كنا في هذا الموسم ديال البرد كتلقى حاجه وحده ولا جوج حوايج الناس يقدروا يديروا بالناقص. دابا راه تقريبا واحد 80% ديال المنتوجات ديال الخضر كلشي غالي. بالنسبة لهذا العام يعني العملية المراقبة أسفرت عن تسجيل 430 مخالفة خلال هذه السنة، يعني ابتداء من يناير 2020 إلى يناير 2023. مخالفات تتعلق بعدم احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، قانون ديال محاربة استعمال الأكياس البلاستيكية، وكذلك قانون حماية المستهلك. وهذه المحاضر تم إحالة على النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين. والعملية راه زالت مستمرة على صعيد تراب عمارة أكادير إذا وتنان. كما قلت سابقا عندنا دابا ما يزيد على 13 لجنة اللي خارجة في هذه الساعة من أجل السهر على حسن تموين السوق ديال العمالة أكادير وتنان بالمواد الغذائية والفلاحية سواء حيوانية أو نباتية، من أجل يعني ضمان الحاجيات ديال المواطنين وتلبية الحاجيات ديالهم. بالنسبه للاثمنه ديال السوق، بالنسبه للخضر، الخضر هي اللي طالعه كما كنقولوا، كنعاود نقول بالنسبه للخضر هما اللي طالعه. بالنسبه للديسير، الديسير راه في الثمن ديالو كاع، لكن شي تغييرات درهم جوج ما كنقولوا ما بيناش. واني بالنسبه للخضره والمواد المهمه هي في النقاس حال الوقت، المواد المهمه بطاطا، البصله، ماطيشه، هادو شكون كياكلهم؟ السبب الله اعلم. السبب حنا كنحاولوا نقلبوا على السبب ما كنلقاوش، كيقولوا على حساب الامبالاج ولا على حساب هادشي. واللي اللي كنعرفوا حنا جميع الدول ملي كيكونوا الناس محتاجين خصهم يحبسوا. ارى ديال المستهلك يشبع اللي عندي في البلاد عاد نخرج، الله اعلم. ياك ما يكون التصدير اللي باقي هو اللي باقي حاليا، الله اعلم. الا كانت هذه راه خصهم يراجعوا فيها الحسابات ديالهم ويشبعوا الناس، يشبعوا الناس ويكون ثمن زوين موافق. عاد ارى ديال الناس اللي على برطا وما نعطوهم كل فرح، يعني راه الناس على برطا وما كنخدموا معاهم، ولكن يشبع تاع البلاد هو الاولاني. الا ما جابش تاع البلاد راه ناقص الخطر هذا. السخاوي، السخاوي ماشي بالنسبه للسوق اللي كنقول لك انا السخاوي، جميع دابا الناس اللي يحصل العوان فين ما كان الخضره، والخضره بصفه عامه راه غاليه. الانسان كيحتاج انه كاي يبعد من يتنحى يشوف شي حاجه اخرى ويتنحى يدوز الخضره، حيت الا مشى تدخل الخضره، الخضره راه غاليه. ومني كنقول الخضره ما كنقول لوبيا، ما نقولش كورجيت، هادو ما نهضرش عليهم حيت كيبقاو كماليات. كنهضر على البطاطا، البصله، ماطيشه، كنطلب من الله انه يكون فيهم شي حل ولا شي حاجه ولا يشوفوا كيفاش يديروهم. لا كانوا كيتصدروا يتحبسوا، ما كانوش كيتصدروا يشوفوا الخلل في كاين ويتحاولوا يتعاطفوا مع الناس. انا تاجر واني في نفس الوقت راه كنكون انا مستهلك. كيف فوا كنخرج من بلاصتي كنولي مستهلك، يعني انا غادي نبدا نتقدى، غادي نبدا نخلص، انا مخلص. بالنسبه للخضار مول الحانوت اي تاجر كيف فوا كيخرج من المحل تاعو حتى هو راه كيولي مستهلك، يعني كاملين واكل العصر. الله يدير تعود الخير والله يصاوب الجميع، وكنتمنوا تكون شي حاجه اللي هي زوينه يبشرونا بها، الا كانت شي حاجه مزيانه للجميع. يا سلام. هنا على بركه.
شحال كاين الناس اللي درهم